مساء الخير مشاهدينا مشاهدي تلفزيون الحياة، برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم طبيب الحياة. قبل ما نسلم على دكتور أحمد ونقول له عامل إيه ونعرف الكلام الجميل ده، نفتن الأول هو هيكلمنا عن إيه. هيكلمنا عن الحموضة، حموضة المعدة. في ناس كتير قوي بتعاني من الموضوع ده، بس إيه، يلا نقول له مساء الخير. مساء النور يا رنا، مساء الخير على كل مشاهدينا. ناس كتير، ده كل الناس بتعاني، كله ماشي عامل أيوة كده صح. كل الناس كله بيصحى من النوم على الحموضة من الأكل المصري الأصيل. هنتكلم ازاي نتخلص من الاكل، يعني زي ما بيقولوا كده بيرم العظم. مفيش احلى من بيرم العظم. أيوة. ده مفيش اهم احسن من اكلنا، بس يعني في شويه حاجات كده لو قللناها ممكن نحمي معدتنا من فكره حموضه المعده. هنروح مع اول نصيحه، هنروح نشوف اول نصيحه هنتكلم فيها مع دكتور محمد العالم، زميل جامعه اخن بالمانيا لعلوم الليزر، وعضو الاكاديميه الامريكيه لتجميل الاسنان، ومدير مركز العالم لتجميل الوجه والفكين، واللي هيكلمنا على الطرق السليمه لاستخدام فرشه الاسنان والحفاظ على صحة الأسنان. نشوف النصيحة ونرجع لكم. هنتكلم النهاردة عن استخدام فرشاة الأسنان، ودي مشكلة كبيرة جدا. الناس مش عارفة أحسن طريقة الغسيل وتنظيف الأسنان بيبقى عامل إزاي. الحقيقة أن المفروض أن الفرشة بتاعت الأسنان بتاعتنا تكون بتتغير ماكسيمم كل 3 شهور. طيب الفرشة وضعها على الأسنان بيبقى بزاوية 45 درجة على الأسنان الأمامية، وبيكون الحركة دائرية. بالنسبة للأسنان من الخلف بناخدها بطريقة عمودية وتنظيف للأمام، وطبعا الدروس بنحاول ان احنا نوصل للحتت اللي هي بتبقى فيها شوية جروفز او حاجات لجوه شوية، بننظفها بالفرشة كويس جدا. استخدام المعجون المظبوط ده مهم جدا، ويستحسن يكون فيه فلورايد. استخدام الخيط الطبي، لو ما بنستخدمش خيط طبي تقريبا تلت السنه ما بتتنضفش من الجانب، ودي اهم حتت بيحصل فيها تسويس، فالخيط الطبي مهم جدا. وبعد كده بنستخدم المضمضه اللي بينصح بيها طبيب الاسنان. رجعنا لكم مشاهدينا، برحب بحضراتكم مره تانية بعد ما شفنا مع حضراتكم النصيحه. نعرف بقى من دكتور احمد الحموضه ومشاكلها وطرق علاجها والكلام الكتير ده. بالظبط. في البدايه احنا ليه فضلنا النهارده نتكلم عن الحموضه؟ لأن حموضة المعدة بتشكل مشكلة عند 60% حسب الإحصائيات الأخيرة رنا من الناس عندهم حموضة معدة. 30% منهم بيعاني من أعراض حموضة المعدة أسبوعيا. لازم يعاني مرة من أعراض حموضة المعدة، فبالتالي شيء مهم جدا. إيه هي حموضة المعدة؟ حموضة المعدة هو ارتجاع الحامض اللي في المعدة. المعدة المفروض كده، والمريء عبارة عن أنبوبة نازلة فتحة في المعدة عن طريق صمام. الصمام ده المفروض إن هو ينزل الأكل، ما يرجعش حاجة تاني. تمام. المعدة بتفرز حامض عشان يتهضم. المريء غير مصمم ان هو يستقبل هذا الحامض. فالصمام ده بيحصل له ارتخاء، هنتكلم بقى نتيجة حاجات كتير قوي. يرجع الحامض يدخل في المريء فيبدأ يحصل الاحساس بحرقان هنا كده، او الحموضة. ده معنى الحموضة والارتجاع في المريء. هو ده ارتجاع المريء او الحموضة. طبعا المشكلة الكبيرة ان احنا الناس جرى العرف كده ان هم اشرب الادوية بتاعت حموضة المعدة مع اختلاف اجيالها، اتطورت بشكل كبير من الشراب للاقراص للانواع المختلفة، او بياخدوها بكميات، خد قرصين، خد معلقتين، خد قرصين، كله ماشي بالحاجات دي في جيبه والكلام ده. بالظبط، والله كلامك مظبوط. المشكلة ان في ابحاث كتير بتقول ان على المدى الطويل هذه الادوية تسبب امراض، فبالتالي احنا مش هينفع ان احنا نسيب كل حاجة للدواء. الحاجة التانية، احنا قلنا ان المريء غير مصمم لاستقبال هذا الحامض، فبالتالي تعرض المريء لفترات طويلة، دي بقى النقطة اللي انا برضو مهمة جدا نتكلم فيها، ما تستسهلش موضوع حموضة المعدة. هو مش موضوع سهل، هو مع الوقت الطويل انت حاطط المريء وحط عليه مادة كاوية، هو غير مؤهل لان هو يستقبلها لمدة طويلة جدا. مش عايز اخوفك قوي، بس في ابحاث كتير بتقول ان الاستمرار على حموضة المعدة لفترات طويلة ممكن تسبب لك أمراض خطيرة لا قدر الله، فبالتالي خد حموضة المعدة باحترام شديد وحاول تتخلص منها. ما يستهونوش بيها، يعني ما يقولوش مرض وقتي أو وجع وقتي وبيروح. أنت نفسك قلتي الناس كلها عمالة والله بيعمل كده. ده اللي هو يفتح ويقوم زي مثلا بقين مية كده ولا حاجة. بالظبط كده، والله بيعمل كده، ياكل أكلة تقيلة ويقوم شارب. أيوة. ده طبعا غلط. أول هام طبعا هو السمنة. وعلى فكرة السمنة هنا مش فكرة الشكل، مش فكرة بقى بطن، السمنة الداخلية. مش كل مشاكلنا مشاكل شكلية،
السمن الدهون موجوده تحت الجلد اللي مخليه شكلنا مش حلو، وموجوده جوه البطن حوالين الامعاء وحوالين المعده. كتله من الدهون حوالين المعده يا رنا ضغط عليها. فبالتالي احنا قلنا في معده وفي صمام وفي مريء. هتضغط على المعده هيرجع الحامض تاني ويعمل كان المعده ريحت يا رنا، انت كبسه عليها كده فهي قامت مريحه. يعني الحامض هيرجع بدل ما يساعد على الهضم، لا ده هيرجع. هيرجع في المريء يعمل حموضه المعده. يبقى اذا التخلص من السمنه هي الباب الرئيسي للتخلص من حموضه المعده. اي حد عنده سمنه اكيد بيعاني من حموضه المعده، فلازم نتخلص من الموضوع ده بشكل كبير. وده على فكره طبقا للجمعيه الامريكيه لامراض الجهاز الهضمي والمناظير، هي اللي طلعت هذا البحث، وان السمنه ودهون اللي ضغط على المعده هي السبب الرئيسي في حموضه المعده. يعني كلام علمي 100%، ملوش بقى زي ما قال دكتور احمد لا بالشكل ولا بتنسيق القوام ولا بكل الكلام ده. بالظبط يا رنا، احنا بنتكلم على الحاجه الوظيفيه، مش كل حاجه شكل. مش كل حاجه الشكل. تمام. هو الشكل طبعا حاجه مهمه، بس برضو نفكر في صحتنا كمان. اكيد. نيجي نتكلم على ايه الاكل اللي ممكن يعمل. احنا اتفقنا ان مريء وصمام ومعده. الصمام ده لو حصل له ارتخاء او رخى بالمعنى البلدي كده هترجع الاكل ويرجع الحامض. ايه في بعض الاكلات اللي تعمل ارتخاء للصمام ده تخليه يفتح؟ طبعا ناس كتير جدا ما تعرفش ايه هي الاكلات دي. اسهل طريقه انك تعرف ايه اللي بيجيب لك حموضه، اكتب اكلك في ورقه بشكل بسيط جدا. وبعد الاكل بقى يعمل ده حصل لي حموده، ده ما حصليش حموده. لا يعني ده بجد مثلا، يعني لا ده بجد، ما انا عارفه انه بجد والله. هيكتب يكتب كده الاكل، لان ممكن مثلا حموضه بتجيله كل اسبوعين. فبالتالي هو هيفتكر ممكن تجيله بعد مثلا 4-5 ساعات من الاكل، وممكن ما يفتكرش ايه السبب. فهنا هتقدر ممكن تعرف ان في اكل انت اكلته الصبح مش ساعتها، فبالتالي هتعرف ايه الاكل اللي بيعملك. ايه اكتر حاجات بتعمل مشاكل في لحموضه المعده؟ عندك الشوكولاته، عندك المشروبات الغازيه، عندك الاكلات اللي فيها دهون عاليه، عندك الاكلات اللي فيها بهارات عاليه. كل ده بيعمل ارتخاء للصمام، فحاول تتجنبها. في ناس مثلا لما عملت فكره كتابه الورقه دي لقت ان اللبان هو اللي بيعمل لها حموضه المعده. معقول؟ بالظبط. على فكره ممكن اقبل اي حاجه الا الشوكولاته. لا، هنكمل الموضوع ده في فقره ثانيه ان شاء الله، في يوم ثاني باذن الله. طيب نفكر كل مشاهدينا بالفقرات اللي معانا في الفقره الاولى، فقره مهمه جدا ضيفنا فيها دكتور عمر احمد براده، دكتوراه طب وجراحه العيون جامعه القاهره القصر العيني. هنتكلم في الفقره دي عن تصحيح الابصار بالليزك، وكمان الطرق المختلفه لتصحيح الابصار، فقره مهمه تابعونا فيها. اما الفقره الثانيه فهيكلمنا فيها ضيفنا اللي نورنا النهارده، هينورنا في الاستوديو، الاستاذ الدكتور محمد محمود ابو زيد، استاذ جراحات السمنه، وفقره مهمه جدا هنتكلم فيها لكل اللي بيفكر عن جراحات السمنه المفرطه، ايه هي المفاهيم الخاطئه اللي ممكن تسمعها ونصححها لكم. انتظرونا بعد الفاصل وفقرات مميزه. مساء الخير مشاهدينا ومشاهدي قناه الحياه، برحب بحضراتكم في فقره جديده من برنامجكم طبيب الحياه. الحقيقه ان في ناس كتير بتعاني من ضعف النظر، وبتكون المعاناه الاكبر من لبس النظاره. يجي عليهم الوقت امتى نقلع النظاره دي، امتى بقى نبقى زي باقي الناس وماشيين من غير النظاره، لا خايفين تتكسر ولا خايفين تقع ولا خايفين يحصل لها اي حاجه. فالكل ابتدى ان هو يفكر يشوف عينيه فيها ايه، طب هنعمل ليزك، يا ترى في طرق تانية. النهارده هنتكلم مع حضراتكم عن الليزك، وهنتكلم عن طرق العلاج الاخرى ليه ان احنا نستغنى عن النضاره يا احمد. بالظبط، احنا النهارده هنحاول نطمنكم ونعرفكم الليزك ممكن نختاره لمين. الليزك عمليه كويسه جدا ونتائجها كويسه، بس في حاجات تانية وبدايل للي ما ينفعلهمش ليزك، لازم نختار صح. بالاضافه للتخلص من الضرر ممكن يتم في اعمار مختلفه، وهنتكلم على زرع العدسات بالتفصيل مع ضيفنا اللي منورنا الدكتور عمر احمد براده، دكتوراه طب وجراحه العيون جامعه القاهره القصر العيني، زميل الكليه الملكيه لطب وجراحه العيون بلندن، زميل البورد الاوروبي لطب وجراحه العيون بباريس، زميل معهد الجراحات الدقيقه لجراحات العين ببرشلونه. منورنا دكتور. ازيك يا احمد؟ ازاي صحتك؟ نورتنا. الحمد لله تمام. دكتور، يعني عايزين نعرف في البدايه ونعرف طبعا كل مشاهدينا ايه هي عيوب انكسار الضوء عشان ناخدهم معانا كده من اول الطريق. أكيد. أنا أحب أشرح للمشاهدين قبل ما نخش على عيوب انكسار الضوء على إزاي الواحد بيشوف. العين بتشتغل إزاي؟ العين متقسمة إلى جزء أمامي وجزء خلفي. الجزء الأمامي ده النسيجين الأهم فيها هي القرنية، اللي هو النسيج الشفاف اللي موجود في الجزء الأمامي، والعدسة البلورية اللي هو برضو نسيج شفاف موجود بداخل العين. وظيفة القرنية والعدسة دي إنها تجمع الضوء كله
بنقطة واحدة بس محددة جدا على الجزء الخلفي من العين اللي هو فيه نسيج الشبكية، النسيج الحساس اللي بيرى الضوء، اللي بيتعرف على الضوء، اللي بيتعرف على الضوء. فعيوب انكسار الضوء هي عبارة عن خلل موجود في الجزء الأمامي من العين اللي هو القرنية والعدسة اللي احنا بنتكلم عليها، يخلي ان النسيجين دول ما يعرفوش ان هم يجمعوا الضوء لنقطة واحدة على نسيج الشبكية. فالعين يشوف الحاجة مزغللة. وهما أربع أنواع اللي هو عيوب انكسار الضوء: قصر نظر، طول نظر، استجماتيزم أو اللا نقطية اللي دايما بتحير الناس كلها إيه هو الاستجماتيزم وهنشرحه بالتفصيل. حاجة اسمها برسبيوبيا أو بصر الشيخوخة، وهي عدم القدرة على رؤية الأشياء القريبة بعد سن الأربعين. احنا عندنا فيديو صغير ممكن نوضح الموضوع. اتفضل يا دكتور. ده منظر العين من قدام. وده يعني انيميشن توضيحي كده يورينا ان احنا بنبص على حاجه في العين المثاليه اللي هي ما فيهاش اي عيوب في انكسار الضوء. الضوء يتجمع في نقطه واحده بس على النسيج الاحمر اللي هو مبطن العين من الداخل ده، فالواحد يشوف الدنيا كلها بوضوح. تترجم الصوره بقى، مثلا دي صوره مركب، تترجم دي صوره مركب بالظبط كده. المشكله بقى ان لما يكون النظام او السيستم ده ما يكونش بيرفكت، ما يكونش مثالي، فالمايوبيا او قصر النظر، المشكله ان حاجه من حاجتين: اما مدى تقوس النسيج الامامي بتاع العين اللي هو القرنيه ده يكون متقوس بزياده، او طول العين بيبقى اكتر من المعدل الطبيعي، والعكس صحيح في طول النظر يبقى حجم العين صغير، او التقوس او مدى انحدار القرنيه بيبقى اقل، وده بيخلي ان الضوء ما يتجمعش على نقطه على الشبكيه، يتجمع اما قدام اما خلف الشبكيه. الاستجماتيزم او اللانقطيه يبقى مشكله او خلل موجود تاني في النسيج الشفاف اللي بنسميه القرنيه اللي موجود في الجزء الامامي، ان بدل ما يكون له شكل مدور يكون له شكل بيضاوي، فيكون مدى انكسار الضوء في الاماكن المختلفه وهو بيعدي من القرنيه يبقى مختلف، ما يعرفش ان هو يتجمع على نقطه خالص، ولا امام الشبكيه ولا ورا الشبكيه، ما يعرفش انه يجمعه على نقطه واحده، ومن هنا اللانقطيه. اما عن البرسبيوبيا او بصر الشيخوخه، فده العدسه اللي جوه العين بتفقد الالاستيسيتي او المرونه بتاعتها، فما تعرفش انها تجمع الضوء. لما نيجي نبص على الحاجات القريبه على الشبكيه، فالعيان يحتاج ان هو يلبس نظاره عشان يعرف يشوف الحاجات اللي على مسافات قصيره. يعني هو شايف اللي بعيد احسن، بس اللي قريب مش شايفه كويس بالظبط. والشكوى الكلاسيكيه العيان يجي بعد سن ال 40 يقول لي: يا دكتور انا لما اجي اقرف حاجه محتاج ان انا ارجع الحاجه لورا شويه عشان اشوف كويس. توضيح هايل بصراحه. كل المشاكل العين اتجمعت كده. نيجي نتكلم على الليزك. ايه هو الليزك؟ طبعا الكلام كتير جدا عليه. الليزك هو تصحيح عيوب انكسار الضوء بالليزر، ودي تكنولوجيا احنا شغالين بيها من اواخر الثمانينات الحقيقه، والتقدم التكنولوجي اللي حصل فيها رهيب. انا عايز الناس تتخيل جهاز الكمبيوتر اللي احنا كنا شغالين بيه، الدص او الصخر في الثمانينات بالظبط، والكمبيوترز اللي موجوده دلوقتي متاحه لينا في السوق بالظبط. نفس التطور التكنولوجي في الليزك او التكنولوجي بتاعت الليزك ده حصل على مدى ال 25 سنه اللي فاتوا. الليزك بنعمل ايه؟ الليزك الفكره كلها ان هو بنسلط ضوء بطريقه محدده جدا على نسيج القرنيه اللي موجود في الجزء الامامي من العين ده، نصلح على المستوى الميكروسكوبي عيوب انكسار الضوء، ان كان قصر نظر، طول نظر، او استجماتيزم. النهارده الليزك اي ان كان فيمتو ليزك او ان كان ليزك، اول خطوه لازم نعملها ان احنا لازم نعمل قطع رفيع جدا في الجزء الامامي من القرنيه، نرفع الفلاب بتاعت الكورنيا دي او القرنيه دي فوق، وننزل ونسلط الليزر بطريقه محدده جدا يخلينا ان احنا نعرف نستغنى عن النضاره بالكامل. تمام. ايه الفرق بقى ما بين الفيمتو ليزك والليزك؟ اوكي، هما الاثنين ليزك. اسلوب تصحيح الابصار هي واحده، الليزر اللي بينزل او بيتسلط على نسيج القرنيه هو الفرق ما بين الفيمتو ليزك والليزك هو الخطوه الاولانيه اللي احنا اتكلمنا عليها دي. الليزك التقليدي بناخد القطع اللي في القرنيه دي بحاجه اسمها مشرط الكتروني او مايكرو كيراتوم، وده مشرط دقيق جدا وبياخد لنا القطع ده بشكل دقيق جدا، على عكس الفيمتو اللي هو بنسميه بليدلس او اللي هو اول ليزر. حتى مفيش مشرط، مفيش مشرط. بنعمل القطع اللي في القرنيه دي ده بالفيمتو ليزر، والميزه بتاعت الفيمتو ليزك ان في الخطوه الاولانيه دي ممكن يبقى ادق شويه من الليزك التقليدي. وانا عايز انبه برضو المشاهدين
هي في الخطوة الأولى، إنما النتيجة النهائية في حدة الإبصار والاستغناء عن النظارة واحدة، هي هي. والاثنين الحقيقة المدى درجات الأمان ودرجات الدقة في علاج مشاكل انكسار عيوب انكسار الضوء دي عالية جدا. بس هي دقة أكتر، يعني هي المقصود إن الفيمتو يعني التكنولوجي أحدث شوية. أحدث شوية بتدي دقة أكتر في الخطوة الأولى من العملية، بتدي للجراح حرية أكتر إن هو يعمل فاشنينج للفلابة دي. احنا معانا فيديو حتى ممكن نشوفها بشكل بالظبط أقوى. ده فيديو للفيمتو ليزك، ده بنشايفين الفيمتو ليزر هو نازل على النسيج الشفاف اللي موجود قدام اللي هو القرنية، بيعمل فيه قطع بشكل محدد جدا، وبعد ما بنعمل هذا القطع بنرفع الفلابة أو الفلاب دي بهذا الشكل. ده الليزك بالظبط. وهنا بقى نبتدي، لا ده كان الفيمتو ليزر ده اللي هو اللي احنا عملنا بيه. ودلوقتي الاكزيمر ليزر اللي هو الليزر اللي بيصلح العيوب انكسار الضوء، بينزل على المتبقي من نسيج القرنية عشان يصلح ان كان قصر نظر، طول نظر، او استجماتيزم. ومع انتهاء البروسيجر بنرجع فلابة في مكانها، والنظر بعدها بست ساعات بيوصل الى ستة ستة، يرجع زي احسن من الطبيعي يعني. يرجع لاحسن. لقوا ان الابحاث وردت ان النظر مع الليزك بيبقى احسن من النظر مع ارتداء النظاره، والسبب هو ان النظاره بتبقى محطوطه تقريبا 12 ملي قدام العين في مكان غير طبيعي. احنا بنصلح العيوب على العين نفسها، فالكواليتي بتاعت النظر مع الليزك بيبقى احسن من ارتداء النظاره الحقيقه. طيب ايه بقى الطرق الاخرى او بديل الليزك؟ بديل الليزك تاني، الليزك، ودي رساله انا عايز اوضحها واوصلها للناس كلها مش للجميع. الليزك عشان خاطر نوصل بيه للنتائج المذهله اللي احنا بنتكلم عليها، لازم اختيارنا للمريض يكون مظبوط. ما ينفعش مش كل واحد ينفعه ليزك. في ناس القرنية بتاعتها لا تسمح بان هي تنزل عليها الليزر ونحن نصلح بالليزر. في ناس درجاتها معدية الرينج بتاع الليزر. الرينج هو ايه؟ قصر نظر تقريبا 12 درجة، طول نظر 6 درجات، واستجماتيزم كذلك 6 درجات. في ناس بتجينا في العيادة عندها قصر نظر 15 16 20 درجة وعايزين يستغنوا عن النظارة، ده صعب بالليزك خلاص، من هنا ما ينفعش، احنا عدينا كده مرحلة الليزك بالظبط. ايه اللي نقدر نعمله؟ نقدر ان احنا نستغل تكنولوجيا الى حد ما حديثة ومتطورة للغاية اسمها العدسات الانكسارية. والعدسات الانكسارية دي عبارة عن عدسات لينة ورفيعة جدا بتحط جوه العين، وفي نوعين منهم، في عدسة اسمها ارتيفلكس ودي بتحط في الجزء الامامي من العين قدام القزحية او الجزء الملون. في واحدة تانية اسمها ICL، الاي سي ال دي بتحط ورا القزحية قدام العدسه الطبيعيه بتاعت العين مباشره. ده زرع العدسات يا دكتور؟ ده زرع العدسات الانكساريه. يعني ايه انكساريه؟ ان احنا ما بنشيلش العدسه الطبيعيه بتاعت العين، احنا بنحط العدسه فوق العدسه. فوق العدسه الطبيعيه. انا عندي فيديو صغير برضو بيوري في فيديو المدى سهوله اجراء زرع العدسه الانكساريه دي. الناس طبعا لما بتجينا جايين عاملين حسابهم ان هم يعملوا ليزك وواخدين الموضوع ببساطه، لما تقول له حضرتك ما ينفعكش الليزك لازم يعمل يخاف. فانا عايز اوري مدى سهوله هذا الاجراء، ولانه الحقيقه هو في نفس درجه الامان وبنفس كفاءه الليزك. اللي بنعمله ان احنا بنعمل جرح حجمه تقريبا 2 ملي في طرف القرنيه خالص، ومن خلاله بنزرع العدسه دي بشكل بسيط وسهل جدا. ودي العدسه الاي سي ال اللي بتتزرع جوه العين دلوقتي، بتتحط قدام او فوق العدسه الطبيعيه بتاعت العين. يتاخد نفس الوقت بتاع الليزك يا دكتور ولا الحقيقه في الوقت؟ تقريبا نفس الوقت. يمكن ازيد دقيقه اقل دقيقه، بس بنتكلم على 10 دقائق تقريبا الاجراء. يعني نفس المده تقريبا. انا عندي انطباع الفتح اللي كان في القرنيه في الليزك اكبر بس سطحي. الفرق ان ده بيبقى جرح سطحي اللي احنا بنعمله في الليزك. اما العدسات الانكسارية احنا لازم نعمل جرح نعرف نوصل لداخل العين. طبعا بشكل محدد وكنترولد، وزي ما قلت لحضراتكم هو ان التاني برضو بالعدسات الانكسارية دي النظر بيتحسن مباشرة العين زي الليزك، يعني نفس النتيجة بتاعت الليزك. مسافة ما يرجع البيت يفك الكفر من على عينيه بيلاقي ان هو شايف بالعين دي 6 على 6. يعني نقول ان اللي يتقال له ما عندكش ما ينفعكش ليزك ما يزعلش، ده في طرق تانية وبسيطه بمنتهى البساطه بالظبط. هو يمكن سبب عدم انتشار العدسات الانكسارية قوي هو انه
بتحتاج الى مهاره جراحيه اعلى شويه من الليزر، محتاجه حد يبقى متدرب على هذا الموضوع. واللي متدرب عليها بتبقى الاجراء نفسه بنفس سهوله الليزك. فالعيان لازم واحد يشرح له هذا الموضوع، ان هو الليزك هيبقى خطر معاك او الليزك كفاءته مش هتبقى كويسه. طيب معاك الفتح ال 2 مللي ده بيلتئم بسرعه؟ ده لوحده من غير غرز، بدون نزيف، بدون اي حاجه، في خلال 3 ساعات بيكون التئم بالكامل والعيان بيعرف ان هو يمارس حياته من ثاني يوم. طيب. انت عارف بقى ان احنا بعد سن ال 40 بتلاقينا بنبقى عايزين نعيش حياه تانية مختلفه، تلاقي بقى ايه الراجل كده عاوز يشوف نفسه مختلف، والست عايزه تشوف نفسها مختلفه، وعاوزين بقى كل اللي كانوا سايبينه قبل كده عاوزين يتخلصوا منه دلوقتي. هو حقه حقها الحقيقه، حقه حقها طبعا. الحياه بتبقى بعد ال 40 مختلفه، وبعد 60 احلى واحلى كمان. دي حقيقه. النضاره، الناس اللي بعد سن ال 40 يقدروا يتخلصوا من النضاره؟ يقدروا، ويمكن دي اخر التطورات اللي احنا وصلنا لها دلوقتي في موضوع الريفراكتيف سيرجي او الجراحات الانكساريه دي. مشكله او العيان اللي بيجي لك بعد ال 40 ده ممكن يبقى عيان من اثنين، يا اما واحد ما لبسش نظاره قبل كده في حياته وعند سن ال 40 زي ما احنا كنا شرحنا العضله اللي موجوده جوه العين ضعفت الى درجه ان هو مش عارف ان هو يفوكس او ان يركز منه، او عيان اوريدي كان لابس نظاره لقصر نظر او طول نظر، وبقى مش بس طول نظر وقصر نظر، جاله برضو ايه اللي هو البريسبايوبيا او بصر الشيخوخه، وبقى يحتاج يلبس بدل النظاره نظارتين، واحده للقرايه واحده للماشي. طبعا انا متخيل انه ان البني ادم يحتاج ان هو يعتمد على نظاره واحده، دي لوحدها يمكن تبقى حاجه مش لطيفه، ما بالك نظارتين. يلبس النظاره المسافات، هو دايما يتريقوا ويقولوا ان يعمل نظاره ثالثه يدور بيها على الاثنين. دي حقيقه بالظبط. وطبعا في احنا عارفين ان في نظارات باي اللي هم الباي فوكل، اللي هو جزء بيبقى للمسافات وجزء للقرايه، دول مش بطلين، ولكن المشكله ان انت في مواقف معينه مثلا انت نازل السلم العين بيحس ان هو مش عارف يحط رجله فين. فليه نحتاج ان احنا نعتمد على النضاره لو في تكنولوجيا نقدر ان احنا نستغلها للاستغناء عن النضاره تماما؟ هنا هنختار ايه بقى؟ حاجه من حاجتين. العيان اللي عمره ما لبس نضاره قبل كده، في حاجه اسمها انترا كورنيال انليز او عدسات بنزرعها داخل القرنيه، دي بتتعمل في عين واحده عاده، العين الشمال. ودي بتخلي العين الشمال او العين اللي احنا بنزرع فيها العدسه دي ان هي تعرف انها تفوكس او تركز على الحاجات القريبه، والعين اليمين بيكمل بيها زي ما هو ماشي بالظبط بقى للمسافات. فده اللي بنسميه مونو فيجن. بمعنى ايه؟ العين اليمنى قدرتها على التركيز بتبقى على التركيز على الحاجات اللي هي البعيده، والعين اليسرى اللي مزروع فيها العدسه دي بتركز على الحاجات القريبه. العين وهو فاتح عينين الاثنين يبقى يقدر يشوف الحاجات البعيده 6 6 والحاجات القريبه 6 على 6 بدون الاحتياج الى نظاره. من النظاره. فده نوعيه العيان اللي عمره ما لبس نظاره قبل كده. طب لو ينفع ليزك ينفع ليزك؟ ده ينفع في نوع العيان الثاني اللي هو عنده لابس النظاره. لابس النظاره، عنده قصر نظر او طول نظر، وجه على طول النظر وقصر النظر مشكله البريسبايوبيا دي. ده نقدر نعمل له ليزك بتغيرات صغيره جدا في التكنيك او الاسلوب اللي بنعمل بيه الليزك، ان احنا لما نعمله بنظبط العينتين ان هو مش بس يبقى عنده القدره على التركيز على الحاجات البعيده ويستغنى عن نظاره المسافات، كذلك يستغنى عن نظاره القرايه. في حاجه اسمها بريسبي ماكس، في حاجه اسمها سوبرا كور. تاني موضوع المونو فيجن هو عين للمسافات وعين للقرايه، ده بيبقى قائم. والعيانين دول فعلا بيبقوا مبسوطين خالص. تمام. طيب نروح بقى لموضوع تاني، ويمكن احنا سمعنا ان مريض الميه البيضاء ممكن هو بعد ما يعمل العمليه يعني يكون خف من الميه البيضاء وكمان يقدر يستغنى عن النضاره، ده صحيح؟ دي حقيقه. ايه هي الميه البيضاء؟ الميه البيضاء هي عباره عن اعراض شيخوخه بتحصل جوه العدسه الطبيعيه بتاعت العين. احنا قلنا ان العدسه الطبيعيه بتاعت العين دي من اهم صفاتها انها شفافه، عشان خاطر الضوء يعدي منها ويوصل لنسيج الشبكيه زي ما كنا بنتكلم. طيب مع مرور السنين اللي بيحصل ان العدسه دي بتفقد الشفافيه بتاعتها، تبتدي انها يحصل فيها عتامه او سحابه، خلي العيان ان هو يبتدي نظره انه يزغلل زياده ولا مفر من الميه البيضاء. دي اعراض شيخوخه طبيعيه تبتدي انها تحصل في العين ابتداء من سن ال 55 60 50، تفرق من شخص الى اخر. ولما بتوصل الى درجه المايه دي انها تزيد انها مأثره على النظر، احب هنا اقف واقول نقطه واحده، انه الاتجاهات العالميه كلها في ازاله المياه البيضاء هو انك تشيل المايه لما تبتدي انها تتكون تقليديا، ما تستويش بالظبط. انا يمكن انا المصطلح ده انا ما بحبوش، بيزعلك انه وهو انا عارف هو كان جاي منين. هو كان زمان قبل ما التطورات حصلت في
في ازاله المايه البيضاء كنا بنشيل المايه بجراحه مشط وابره وفتله، فعشان خاطر نعمل عمليه جراحيه كبرى بهذا الشكل اصبر بقى لحد ما المايه تبقى متحجره جوه العين عشان العيان يحس بفرق، يحس ان العمليه دي فادته بالفعل. انما دلوقتي ازاله المايه البيضاء بالفيكو ماتسيفيكيشن او بالتفتيت بالموجات الصوتيه، احنا معانا فيديو بقى نوري المشاهدين عليه. دي لا دي دي العدسه اللي احنا بنزرعها مع المايه البيضاء، احنا بنسحب السحابه دي اللي موجوده جوه العين وبنزرع عدسه. طب ازاي نخلص من نظراتنا؟ ان احنا ممكن نزرع عدسه اسمها مالتي فوكال لينس او عدسه متعدده البؤر، بنحطها بعد ما بنشيل العدسه الطبيعيه بتاعت العين. المالتي فوكال لينس دي اللي بتعمله ان هي بتخلي البني ادم بعد بعمل عمليه المايه البيضاء مش بس ان هو يشوف احسن عشان شده السحابه، ولكن يقدر من خلال العدسه دي انه يشوف مش بس الحاجات البعيده مع العدسات الطبيعيه اللي هي المونوفوكال، لكن يقدر ان هو يشوف الحاجات القريبه برضو من غير ما يحتاج انه يلبس نظاره ليها. فهنا ده فيديو توضيحي ان هو العيان شايف البعيد بس مش شايف القريب، او شايف القريب ومش شايف البعيد، ولكن مع العدسات المالتي فوكال اللي احنا بنزرعها او العدسات المتعدده البؤر اللي احنا بنتكلم عليها، هنا العدسه بتتركب. هي دي العدسه بتتركب مطرح في مكان العدسه الطبيعيه اللي حصل فيها سحابه اللي احنا شلناها بالموجات فوق الصوتيه، يقدر ان هو يشوف البعيد والقريب بدون الاحتياج. والعتامه دي راحت بقى، العتامه دي راحت مباشرة بعد العملية. مباشرة واستغنى عن النظارة وخلاص يقدر يعيش حياته. يستغنى عن النظارة إلى الأبد. بتاخد وقت قد إيه عملية المايه البيضاء دي؟ هي طبعا كل حالة بتفرق، بس وفي حدود تقريبا الربع ساعة تلت ساعة. ومن هنا احنا أنا كنت قلت نقطة على إن احنا بنشيل المايه البيضاء في المراحل المبكرة، هي الأسباب كتيرة الحقيقة. هي إنه المايه كل ما بتتحجر بنحتاج إن احنا العملية بتطول، إن احنا نفتتها بالموجات الصوتية بتبقى أصعب. فالعين بعد العمليه بتبقى الى حد ما ملتهبه شويه، فبتاخد فتره زمنيه اطول لحد ما العيان ما يوصل الى 6/6. انما لما بنشيل المايه بدري العمليه بتبقى اسرع، مدى تحسن حده الابصار بيبقى اسرع، والعين يقدر ان هو يرجع ويمارس حياته كلها بشكل طبيعي في خلال اسبوع. خلاص بقت العمليه المايه البيضاء في 10 دقائق بعد ما كانت جراحه، فالامور يعني بقت ابسط. يعني بقت تشبه دلوقتي الليزك وزرع العدسات، ما فيش اي مشكله بالزبط. خالص يعني. بالزبط. وانا برضو احنا بنتكلم على عدسات دلوقتي اللي بنزرعها بعد مع ازاله المايه البيضاء، في احنا اتكلمنا على المالتي فوكال او المتعدده البؤر، في عدسه ثانيه برضو انا الحقيقه من عدساتي المفضله وهي العدسه التوريك. عدسه التوريك دي بتصلح مش بس قصر نظر وطول نظر زي العدسات الطبيعيه المونوفوكال، عندها القدرة انها تصلح الاستجماتيزم. ممتاز. على فكرة يا دكتور بنشكر حضرتك جدا، احنا اتكلمنا النهاردة عن الليزك والبدايل الليزك وقد ايه بقى فيه امل حتى للناس اللي ما ينفعهاش ليزك، واتكلمنا ايه الطرق، واتكلمنا عن المية البيضاء وقد ايه بقت عملية بسيطة في 10 دقايق بتخلص من المشكلة، وازاي نقدر نتخلص من النظارة. وكان ضيفنا الدكتور عمر احمد برادة، دكتوراه طب وجراحة العيون جامعة القاهرة الاصل العيني، زميل الكلية الملكية لطب وجراحة العيون بلندن، زميل البورد الاوروبي لطب وجراحة العيون بباريس، زميل معهد الجراحات الدقيقة لجراحات العين ببرشلونة. نورتنا دكتور عمر. منورك يا احمد، متشكر. نورتنا يا دكتور. متشكر. مشاهدينا بكده وصلنا مع حضراتكم لنهاية فقرتنا، استنونا كل يوم من السبت الخميس الساعة 2 الظهر، والإعادة الساعة 1 صباحا و7 صباحا، كمان تقدروا تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك طبيب الحياة. نشوفكم على خير. مساء الخير مشاهدينا مشاهدي قناة الحياة، برحب بحضراتكم في حلقة جديدة وفقرة جديدة من برنامجكم طبيب الحياة. الحقيقة كلنا عارفين ان جراحات السمنة المفرطة تعتبر من المشاكل اللي الناس بتخاف منها والجراحات اللي الناس بتخاف منها، ولما يرجعوا السبب السمنة المفرطة. طب هنعمل ايه؟ طيب نروح نعمل جراحة ونخاف، وبيبقى عندهم بقى معتقدات ومفاهيم خاطئة عايشين عليها، ينصحوا بعض بنصايح ما لهاش أي علاقة أصلا بجراحات السمنة. لكن احنا النهاردة في فقرتنا هنوضح لهم قد إيه العمليات دي بقت سهلة وبسيطة وفعلا بتساعد في إنقاص الوزن يا أحمد. بالظبط، جراحات السمنة المفرطة فتحت باب كبير وفتحت أمل لمرضى بيعانوا كتير من كل أمراض ومش قادرين ينزلوا في الوزن، وبالتالي النهاردة احنا هنتكلم على كل المفاهيم الخاطئة، هنعرفكم يعني إيه جراحات السمنة المفرطة مع ضيفنا الكبير الذي أجرى أكثر من 2000 عملية جراحة سمنة ناجحة بالمنظار على مدار السنوات الماضية. وضيفنا الحقيقة يعني هو نظرا لانشغاله الشديد كنا قدرنا نجيبه كده ونعمل شوية نصايح، أعتقد إن هي فادت كل بيت مصري وفادت كل واحد بيفكر في جراحات السمنة. النهاردة قدرنا نقتنصه ونجيبه يقعد معانا، وهو ضيفنا فرصة ولازم نستغلها بقى. فرصة هنستغلها. وضيفنا اللي منورنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور محمد محمود أبو زيد، أستاذ جراحات المناظير والسمنة طب عين شمس، زميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، وزميل الرابطة العربية
لجراح السمنه. منورنا دكتور محمد. اهلا بحضرتك. يعني اخيرا يا رنا قدرنا يعني ان احنا نجيبه معانا النهارده. ده شرف ليا يعني حبيب. احنا كنا معتمدين على النصايح النهارده بقى يعني ايه. لسه اشوف يعني قابلكم من زمان الحقيقه. ربنا يخليك. شرف لينا محترم وحاجه محترمه جدا الحقيقه. كل النصايح بتاعت حضرتك فعلا يعني فعلا كل الناس بيبعتوا لنا على صفحتنا قد ايه سعداء جدا بيها. كل واحد بيفكر وضحت له امور كتير قوي وقد ايه كانوا بينادوا باللقاء ده. بالظبط. يا ريت ان احنا دايما ان احنا نقدم معلومه كويسه للجمهور. ان شاء الله توعدنا بقى ان انت تبقى موجود معانا ان شاء الله بصفه دوليه. عاوزين نتكلم يا دكتور على المفاهيم. لسه لحد النهارده ناس سايبه نفسها 140 و150 كيلو عشان عرضه للسكر والضغط والمشاكل دي كلها, وفي مفاهيم خاطئه عن جراحات السمنه المفرطه. عاوزين نتكلم على المفاهيم دي. الحقيقه المفاهيم الخاطئه كتير والحمد لله قلت في الفتره اللي فاتت دي بسبب دوركو البرامج الطبيه وتوعيه المشاهدين. طبعا الناس كتيره من المرضى كان عندهم خلفيه خاطئه عن جراحات السمنه في الماضي, وخصوصا في الفتره اللي كان فيها فقط تدبيس المعده موجود في مصر جراحيا وكان عامل مشاكل. لكن حاليا مع التطور الطبي وكل سنه في جديد وكل مؤتمر فيه بنطرح حاجات جديده والعالم كله بيطرح حاجات جديده, فالحقيقه يعني النهارده ان شاء الله في فرصه ان احنا نتكلم كتير عن المفاهيم الخاطئه اللي ترسخت في وجدان الشعب المصري والحمد لله ابتدت تزول مع الوقت ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. طيب دكتور, في ناس بتعتقد ان العمليه بتاخد وقت طويل جدا لمجرد ان هي اسمها عمليه. ايوه. بتاخد فعلا وقت طويل؟ لا خالص. الحقيقه المفهوم ده للاسف هو مش غلطه بقى المريض ان هو بيسمع عنه, هو الحقيقه المفهوم ده غلطه بعض وقله من الدكاتره ابتدوا ان هم يجروا جراحات السمنه بدون تدريب كافي, فده ادى الى ان هو يعمل العمليه في وقت كبير لان هو لسه مش متمرس بالجراحه السمنه بالمنظار, وخصوصا بالمنظار. المنظار لو في ايد حد يعني لسه مبتدئ بياخد وقت كبير جدا. ليه ليرنينج كيرف طويل شويه المنظار, ولكن وانس ان الواحد تمكن منه هو اسهل بكتير من الجراحه. فالناس اللي عملت جراحات في فتره ما 5 ساعات و6 ساعات وراحت قالت للناس ده قعد في العمليه 7 ساعات و8 ساعات فالمفهوم بقى خاطئ. لكن الحقيقه في العلم الحديث دلوقتي احنا شخصيا عندنا بنطبق حاجه اسمها الفاست تراك سيرجري بروتوكول. الفاست تراك سيرجري ده اللي هو العمليه التي تاخذ فتره قصيره في كل حاجه. مش مجرد ان انا بعملها علشان بس ان انا اقول انا بعمل عمليه بسرعه, لا انا ما بعملش عمليه بسرعه, بالعكس انا لو حد بص عليا احنا عندنا مبدا كده يعني راجل فاضل زميل بره الدكتور كالفن هيجا هو اللي معلمه لنا اللي هو اعمل كل خطوه بالراحه بس صح, ما ترجعلهاش تاني تخلص عمليه بسرعه. يعني انت لما تدخل عند السكت يعني هنسلك المعده مثلا انا بسلكها واحده واحده علشان ما ارجعش تاني مثلا الاقي نزيف وارجع له تاني, لا انا امشي بالراحه. فلما بمشي بالراحه بلاقي العمليه بتاخد معايا نص ساعه ساعه الا ربع. غير كده الفاست تراك مفهومه بينطبق على كل ما يندرج من ساعه المريض ما دخل لغايه ما خرج. يعني انا بعمل للمريض اوبتمايزيشن للتخدير قبل ما يدخل المستشفى. المريض بيتعرض على دكتور التخدير عندي وبيعمل تحاليله قبل ما بيجي المستشفى خالص. يوم ما بيجي المستشفى بيكون دكتور التخدير عارفه كويس, تحاليله جاهزه تماما, مفيش اي تحليل عنده مثلا, مفيش عنده انيميا مثلا ما عالجهاش, لا هو خلاص عالج الانيميا قبل ما يجي من البيت, فهو جاي جاهز تماما وصائم وواخد علاجه في البيت على عمليه. خلاص جاي في اليوم ده للعمليه على طول دي. داخل على المستشفى على عمليه على طول. يعني وانس ان هو مثلا النهارده مثلا الصبح كان عندنا عمليه الساعه 9 الصبح 8:30 بقيت كان في المستشفى 9 كان على طريق العمليه. اللي هو السرعه في كل حاجه من هو البدايه خالص لازم يبقى جاهز. ليه؟ هقول لحضرتك بعد كده ليه. نخلص العمليه مثلا في نص ساعه يعني ياخد فتره البنج بتاعته تحضير البنج بتاعته كامله تماما, لكن وانس ان هو خد البنج احنا خلاص خليه جاهزه, وخصوصا ان احنا بنبقى مجهزين كل حاجه ما قبل البنج, لان وانس هو خد التغيير ده بدايه التايمنج بتاعنا, ده بدايه العمليه بتاعتنا. من بدايه التخدير لغايه ما العين ما يصحى المفروض ما بتزيدش عن ساعه عندنا. طيب فروم سكين تو سكين يعني من ساعه ما افتح الجلد لغايه ما اقفل الجلد ما بتزيدش عن ساعه الا ربع. طيب الاكشوال وركينج اللي هو وقت اللي انا بشتغل فيه بالمنظار نص ساعه. هي ربع ربع. فالمريض يعني لما يسالني انا العمليه باخد تاخد قد ايه اقول له ساعه ما اقولوش نص ساعه. لان انا يهمني فتره البنج, انت نايم قد ايه؟ ليه فتره البنج بقى بتفرق معايا؟ علشان الجلطات اللي بتاعت الرجل كانت زمان بتعمل مشاكل دلوقتي ما بقاش نشوفها بسبب ان ما بقاش العين بينام كتير. المشاكل بتاعت الرئه في البنج اللي كان بيقعد على جهاز التنفس 5 6 ساعات في العمليه ما بقاش تشوفها, خلاص العين بيفوق. يعني حاجه الادويه الجديده, في ادويه جديده سودوميداكس وامثله من البريديون والحاجات دي بقت بتخلي المريض يقوم من المصر ريلاكسنت اللي هو الحاجه اللي بتقلل الحركه بتاعت الجسم في العمليه ببساطه كده يعني؟ بقت الادويه دي بتتعكس في دقيقه. فزمان كان المريض يقعد يصحى في ساعه وساعتين, دلوقتي بس في 5 دقائق. طيب بعد العمليه زمان كان المريض يقعد في المستشفى 3 ايام عشان يشرب بس,
لا احنا بنشاور المريض بعد العمليه بثلاث ساعات، يقوم من السرير بعدها بثلاث ساعات. يعني انا بعد العمليه ثلاث ساعات اقوم اتحرك وامشي وابتدي اتحرك في المستشفى. ده بعضهم كان يقول في اعتقاد خاطئ ان هيدخل يقعد في العنايه المركزه. العنايه المركزه كان مفهوم خاطئ عند بعض الناس برضو، ان كل مريض سمنه محتاج عنايه مركزه. احنا الحمد لله حتى وزن 300 كيلو ما بنحتاجلوش عنايه مركزه. ليه؟ عشان الاوبتمايزيشن اللي بقول لحضرتك عليه، اللي هو ان دكتور التغيير محضره كويس قبل العمليه. فخلاص وانس ان هو خرج من البنج والعمليه برضو تاني، العمليه قصيره، ما هي لو عمليه خمس ساعات لازم يطلع عنايه مركزه. ساعه يعني دي بالظبط، عمليه قصيره والمريض متحضر كويس، صدره كويس قبل ما يدخل العمليات، ان شاء الله ما بيدخلش عنايه مركزه. لو انه هيشرب ميه بعد ثلاث ساعات، ثلاث ساعات يقوم يتمشى ويشرب ميه ويتحرك في المستشفى، يقعد على الكرسي، بالليل بينام في المستشفى عشان احنا بنطمن اول 24 ساعه انه قاعد معانا في المستشفى. بعد 24 ساعه من العمليه بطمن ان هو تماما الامور كويسه، بيشرب كويس، لان هو ما ينفعش يروح البيت وما بيشربش كويس، بيشرب كويس وحركته كويسه ومفيش اي مظاهر حراره او مشاكل في صدره، بيروح البيت. تاني يوم، تاني يوم بعد 24 ساعه. طب احنا عندنا كام عيان بيروح البيت بعد 24 ساعه؟ 98% من العيانين. في 2% بيروحوا بعد 48 ساعه. يعني احنا عندنا تقريبا كل المرضى اللي بيدخلوا يعملوا عمليه يوم الخميس النهارده مثلا، بكره الصبح ان شاء الله يروح ماشي على رجله كده دكتور وعادي جدا كلام. طبعا لان هو الاساس في الموضوع هو ان الفاست تراك ده، مش ان هو ان انا بقول انا بعمل عمليه بسرعه خلاص، لا، الاساس الفاست تراك ده والمبدا ده اتطبق وبيتطبق في فيتاليس في هولندا، وانا كنت عندهم هناك وهم بيطبقوا نفس البروتوكول بتاعنا وبيطبق في العالم كله، ان هو انت بتاخد العلم بتاع الاخرين بحذافيره وتطبقه عندك نفس اللي هو بيتعمل، بنفس الادويه بنفس المعدات. يعني هو احنا ما بنخترعش طب وما بنحبش اختراع العجله وما بيحبش الفتي، سوري يعني. طبعا يعني ما حدش يحط التاتش بتاعه. يعني مفيش حاجه اسمها بالظبط، مفيش اصلا واحد بيحب يقول لك لا اصل انا بعملها جراحه علشان مش عارف المنظار ده خطر. لا العالم بدام ما قالش، بدام الطب والعلم واحنا دكاتره الجامعه، بدام العلم ما قالش كده ما تقولش انت كده. يعني بلاش تزود او تحط التاتش بتاعك. الطب بالذات ليه جايد لاينز وليه حاجات. هو احنا عندنا حاجه اسمها مش كمان يعني اقوى من الجايد لاينز، هو الليفل اوف ايفيدنس. عندنا حاجه اسمها ليفل 1 ايفيدنس، ده اللي احنا بنعتمد عليه، اللي هو خلاص رجع واتعمل عليه دراسه واثبت انه واعتمد. بالظبط بالظبط هو. طيب دكتور، يمكن في بنات بتخاف برضو من عمليات السمنه، تقعد تفكر بقى كده مع نفسها وتقول لك لا ده هتاثر على صحتي بعد كده وهتاثر على الحمل. ايوه جميل جدا. نجاوب عليهم بقى. نقول الرد واحد، ان كثير من ادويه ال ال اللي بتساعد على الصحه الانجابيه تمام بتخن، فاحنا لما نمنعها هنمنع التدخين، يعني نمنع التخن. بس الاجابه بقى الاقوى ان هو انا كل السنترز اللي فاتحه بتاعه الانفيرتيليتي اللي هي بتاعه الخصوبه اللي هو عايز لما بيجي له مريض تاخر الانجاب، لما بيجي له مريضه وزنها عالي ولا معلش روح الدكتور محمد الاول خسسك وبعد كده تعالي اعملي عمليه. طب ده معناها كده ان احنا بنتكلم في العكس، لان انا محتاج ان انا اخس عشان احمل مش خايف على الحمل. تاني حاجه ان طبعا وانا بخس مش مطلوب ان انا احمل عشان حاجتين، عشان ما توقفش الخساسين، لان انا وانس ان انا بخس صعب ان انا وجود بنزل في الوزن واجيب طفل. فاحنا طول ما احنا بنخس بنقول للمريض لو سمحت طول ما انت بتخس ما فيش، بنقول للمريض ما تحمليش طول ما انت بتخسي، ولكن وانس ان انت وصلتي الوزن الثابت بعد تكميل المعده من حقك ان انت تحملي. طيب بعد تحويل المسار، بعد تحويل المسار عشان الجسم يبتدي يستفيد من الفيتامينز بيحتاج حوالي سنتين عشان الجسم يبتدي يرجع للنورم بتاعه ان هو يقدر يحمل. احنا بنقول للي عامله التكميم بعد العمليه بسنه من حقك تحملي، اللي عامله التحويل بعد العمليه بسنتين من حقك تحملي. العكس بقى في الناس اللي عندهم تاخر في الانجاب. في ناس كتيره كان انا عندي مريضه يعني عزيزه عليا جدا، كانت عندي جايه لي 40 سنه وعايزه تخس، يعني عمرها ما فكرت في الانجاب خلاص، هي عمرها ما انجبت وما فكرتش خالص. بتكلمني بعد العمليه بسنه تقول لي يا دكتور حصل حاجه غريبه جدا، انا حامل. طبعا هي سعيده جدا، هي ناسيه طبعا ان هي خلاص بقى نسيت ان هي عامله عمليه ونسيت كل حاجه، هي كل اللي حياتها دلوقتي خلاص ان انا حامل. يعني هي ده حاجه سعيده، بينسى بقى بينسى كل حاجه بقى بينسى كل حاجه، ما يهمهاش بقى هتتخن تاني كذا كذا. فسالتني هل هتخن تاني؟ لا لا مش هتخن تاني، انت بس اعملي كذا كذا. خلي بال حضرتك الطبيعي في الحمل في الستات اللي عايزه تحافظ على جسمها ان هي تزيد حوالي من 10 ل 12 كيلو في الحمل كله. مش الطبيعي خالص اللي بيحصل عندها في مصر 20 و25 و30 كيلو. بيتحولوا يا دكتور والله العظيم بيتحولوا فعلا بعد الولاده. يعني انا حتى مرضى خالص، انا مرضى بيجوا لي بيقولوا لي يا دكتور انت ما بتركبش البالون غير تقريبا اللي بتحمل وتبقى. لها لان اصل اللي عندها سمنه بقى لها سنين البالون ما بتفتهاش حقيقي. يعني اللي عندها سمنه اللي بقى وزنها 110 و120 كيلو بقى لها سنين وتعمل بالون بتخس بتخس ترجع بعد سنه تتخن تاني. لكن اللي بتحمل بقى وتولد في مصر دي بركب لها بالون، لان هي اصلا كانت رفيعه.
تدخل على بروسيس غريبه في مصر كده، كولي 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 اي حاجه تقابلها تاكلها، كولي كولي كولي، فجاه تتحول من شخص 60 كيلو واحده تبقى 85 و90 كيلو. طيب البالون هتخسسك تاني، ترجعي 60 كيلو لو سمحتي، ارجعي لما قبل الماساه اللي انت عشتيها. أيوة دي بتاعت التخن دي بس. فلا طب مرحله ثانيه، في ناس كتير ما زالوا لحد النهارده تقول ما تعمليش تكميم المعده، اصل انت هتخسي شويه بعدين ترجعي تتخني تاني. مفهوم برضو، مفهوم برضو مش بنلوم فيه على المرضى اكتر ما بنلوم على بعض الاطباء اللي برضو يعني باوقات بيكونوا لسه مبتدئين في جراحات السمنه وبيكونوا خايفين من ان هم يجروا التكميم صح. فهو عشان في مناطق في التكميم كده ممكن يحصل منها نزيف، ممكن يحصل منها زي ما كنا بنسمع زمان يعني التسريب، فبيروح شايل حته صغيره من المعده. فطبعا هو لما بيشيل حته صغيره من المعده المفروض احنا بنشيل في التكميم من 70 80% من المعده، فلما بيشيل مثلا 30% 40% المريض بيخس في الاول 10 15 كيلو ويرجع يتخن تاني، فيقول لا انا زي الصوره دي كده يا دكتور ال 70 80 بالظبط، احنا كده تقريبا شايلين 70 80% من المعده. وطبعا بيعتمد على الكالبريشن تيوب اللي هو الخرطوم اللي هو العيان نايم بنحطه في معده المريض علشان نقص عليه، ده كالبريشن، ده مقياس علشان المعده لا تقل قوي ولا تزيد قوي. فلو هيتعمل على المقياس ده مظبوط وبالمنظر ده لا المريض ما يخسش تاني. طب مين المريض ما يتخنش تاني؟ طب مين المريض اللي يتخن تاني بعد التكميم ومش هيرجع لوزنه الاول ولكن ممكن يقل شويه ويرجع تاني؟ المريض اللي ما قعدش مع الدكتور وفهمه هو بياكل ايه، والمريض ما قالوش انا باكل. يعني في مرضى ما بياكلوش اصلا قبل العمليه، يعني انت تلاقيه مثلا 120 130 كيلو بس هو طبعه ان هو اكلته ضعيفه اصلا. الستات تلاقي طول الوقت ايه نقنقه، حاجات بسيطه وحاجات هاي كالوريز. طب حضرتك انا لو عملت لك التكميم هتفضلي كده؟ انا ما باكلش. تقول لك انا ما باكلش بس بنام حلويات شايفتنا في حاجه، ساعتها اعمل لها تحويل مسار. اوكي اكل الحلويات، لو ما اكل الحلويات مش اكل الحلويات اللي هم في فئه على فكره من اكل الحلويات اكيله برضه، بس هو بيقول لك انا باكل وباكل حلويات دول اكيله ده يستفيد من التكميم. لكن في فئه هم بيسموهم كده فئه النقنقه اللي هو ما متعود ان هو يدخل الكميه دي بالمنظر المعده ده، هو اصلا مش محتاج معده كبيره واصلا مش محتاج المعده دي الكبيره. بيدخل حاجه صغيره هيكل بس فيها سعرات حراريه عاليه، سعرات حراريه عاليه وبتعدي بسهوله من المعده زي الايس كريم زي يعني مستقات الاغذيه الغذائيه والحاجات دي طبعا. فلا في الحاله دي نعمل لها تحويل. تاني حاجه اللي بيرجع يتخن شويه بعد التكميم هو اللي ما تعملوش فحوصات صح قبل العمليه. يعني برضو لازم نقدر العلم في موضوع ان انا انقي المريض اللي عندي لانهي عمليه. يعني ما ينفعش ان انا يكون مريض عندي حرقه ضعيف وما بيخسش كويس وانا عارف ان هو طبعه كده وطبعه ان هو ما بياكلش وبيخس كويس وانقي له عمليه التكميم. فلازم التكميم نقل الناس اللي بتاكل والناس اللي بتفقد وزن بسهوله لما يعملوا دايت، بس للاسف بعد الدايت بيرجعوا يفقدوا ارادتهم فيرجعوا يتخنوا تاني، بيلاقي التكميم كويس جدا معاه. طيب في معلومه ثانيه بيتم تداولها بتقول ان تحويل المسار المصغر بيعالج كل انواع مرض السكر حتى اللي بيجي للاطفال. دي مشكله بقى كبيره جدا. دي بقى دي الحاجه الوحيده اللي انا ممكن اعتبرها، يعني كل اللي انا اللي فات واحنا بنتكلم عن الفهم الخاطئه سواء من المريض ان هو بيفهم غلط او ان الدكتور بيوصل معلومه غلط مقبول. حتى الدكتور اللي ممكن يعمل عمليه مش 100% صح ولكن ما اذاش المريض مقبول. غير مقبول خالص حتى الان بيع الامل، ان الاقي بالظبط بيع الامل. هي دي مشكله بقى، يعني دي ماساه، انا شايف انها ماساه. ما ينفعش ان انا الاقي ام بتكلمني ابنها عنده 6 سنين ومن أسوأ الاشياء يعني ان المريض يتعلق بامل النهارده وانت في مكالمه تليفون يفقده تضليل. تروح مكالمه تقول يا دكتور انا النهارده كنت بتفرج على التلفزيون وفي دكتور قال انه بيعمل عمليه تحويل وابني اللي عنده 6 سنين هيخف من مرض السكر من نوع الاول. مش موجود، مش موجوده في الطب. يعني هي الطب حتى الان ما فيش بحث علمي 12 واحد ان تحويل المسار في الطفل عنده 6 سنين هيؤدي او 10 سنين او 12 سنه في طفل رفيع وعنده السكر من نوع الاول هيؤدي الى تحسنه، وبالعكس كل المرضى اللي عملوا كده حصل لهم مشاكل كبيره جدا بسبب ان هو الجسم الطفل جسمه ضعيف اصلا وما يستحملش تحويل المسار، ما يستحملش ان هو يخس، والسكر من نوع الاول مشكلته هو ان الجسم ما فيهوش انسولين، البنكرياس ما بيشتغلش، البنكرياس ما بيشتغلش خالص وخصوصا الاطفال الصغيرين. يعني تقول ما كل ما بيبتدي في سن اصغر كل معناها ان البنكرياس البيتا سيلز بتاعت البنكرياس دي ما بتفرزش انسولين خالص، مش شغاله. فانا مش بساعده لما انا بعمل له العمليه دي خالص. ده مفهوم مختلف خالص عن السكر في النوع الاول في التخان اللي هو انا كبير بس عندي سكر بالنوع الاول، فلما اخس هيبقى احسن. ليه؟ لان الانسولين حتى لو هو نسبته 20% في جسمي وانا جسمي مليان هيشتغل بشكل احسن، هيتحسن توزيعه في الجسم لان الجسم وزنه قل، ف
هيتحسن، ده موضوع تاني ولسه عليه دراسه ولسه عليه دراسه. لكن المثبت والعلم تماما ان 90% 80 ل 90% من المرضى اللي بيعملوا تحويل مسار في النوع الثاني بيخف. قضي الامر بيخف. يعني يبقى عشان الساده المشاهدين يبقوا عارفين، السكر النوع الاول لو انت طفل صغير، طفل صغير ما عندوش سمنه مفيش، ما تسأليش على ما تسأليش وما تسمعيش كلام حد خالص، ما تحطوش امل انت كبير لا، حطوا امل على حاجات تانية لسه يعني تحت دراسه، زي زراعه خلايا البنكرياس تمام. دي الناس شغاله عليها جدا وشغاله عليها في المانيا، والدكتور شميت صديق يعني هو صديق عزيز ليا وجه مصر كتير وعمل عمليه الناس عظام في مصر يعني، وهو شغالين مع التيم بتاعه على خلايا البنكرياس في المانيا، وفي كذا سنتر في العالم شغال على خلايا البنكرياس، مش تخصصنا. وبزعل جدا لما اسمع ان الجراح سمنه بيقول اصلا انا بحط خلايا البنكرياس وانا بعمل العمليه دي، لمجرد ان هو بيعمل تحويل مسار يعني حاجات كلام طبعا بيزعلني جدا، لان هو لا يصح ان هو يخرج من اي دكتور محمد بقى ان لا يصح ان هو يخرج من اي دكتور في مصر. واحنا في الجمعيه المصريه احنا الحقيقه عاملين شغل كويس في الجمعيه المصريه لجراحه السمنه، ان احنا بنحاول نخاطب الدكاتره زي دول لو سمحت، يعني احنا مش هنقدر نوقفك، لان احنا ما عندناش في مصر قانون بيوقف دكتور بيتكلم عن العمل، ولكن احنا لو سمحت نطلب منك لو سمحت انت راجل محترم ارجوك ما تقولش معلومه خاطئه، يعني اي معلومه راجعنا بس فيها. طيب. السكر من النوع الاول الاطفال لا، السكر من النوع الاول للكبار ممكن اللي عندهم سمنه، اللي عندهم سمنه. السكر من النوع الاول في الكبار الرفيعين لم يثبت حتى الان انه يعالج السكر، لكن السواد الاعظم اللي هو السكر النوع الثاني هيستفاد طبعا. بص بقى حضرتك، كل المرضى اللي فوق 30 سنه اللي عندهم حتى جزء بسيط من السمنه غالبا عندهم سكر من النوع الثاني وليس من النوع الاول، وده احنا بنعمله تحليل بسيط بنعرف اذا كان نوع اول ونوع ثاني، وهو غالبا يعني بيبقى جاي متشخص من دكتور الاندوكراين دكتور الغدد بتاعه، فده ما فيش مشكله. انت متشخص سكر من النوع الثاني تمام، لا حلك عندنا يعني الحل بس. عندنا بس وحلنا صوره عن تحويل المسار نبص عليها يا دكتور، يا ريت نبص عليها. اتفضل. تحويل المسار المصغر اللي اخترعه الدكتور روتليج، دكتور روتليج اخترعه في التسعينات، مش هقول لك بقى اللي فاتوا دول اسامي اللي فاتوا، لا دكتور روتليج ده بقى صديق فعلا عزيز عليا، يعني هو فعلا يعني هو فعلا صديقي، هو راجل اكبر مني بكتير، راجل يعني حوالي 62 سنه دلوقتي، بس هو جه مصر وقعد معانا هنا وشخص في منتهى يعني هو اللي عامل التكنيك، هو المخترع التكنيك، وحورب جدا في امريكا بسبب ان امريكا التامين مش مغطي تحويل المسار المصغر هناك، لان امريكا دايما ريلاكتنت بيتاخروا شويه في ان هم يعني يوافقوا على حاجه جديده، زي البالون مثلا قعدوا 15 سنه مانعين ان البالون تتعمل لغايه ما وافقوا من 5 سنين. فهو الحقيقه دكتور روتليج انا اول مره يعني اتكلمت معاه يعني لقيت ان هو حط مفهوم بسيط للتحويل المسار، غير مفهومنا من ان احنا كنا بنعمل توصيلتين لتوصيله واحده، وابتدينا ان احنا نطبق التحويل المسار المصغر من سنه 2000 اواخر سنه 2010، يعني احنا بقالنا دلوقتي 6 سنين. حوالي 6 سنين. نتائجه كويسه جدا. السكر فعلا يعني احنا عملنا بحث على اخر يعني اخر عدد عندنا 2000 حاله، عملنا بحث على 2000 حاله لقينا ان حوالي 85% من الحالات شفيها تماما، وحوالي 15% اللي فاضلين ما شوفيش تماما، لانه كان بياخد جرعات عاليه جدا من الانسولين، فالبيتا سيلز ما بتفرزش انسولين كفايه، ولكن بيحتاج جرعه اقل جدا من الانسولين، لكن 85% ده نسبه عظيمه حقيقة. طبعا اكيد اكيد كده، هو امل كبير لمرضى السكر والشباب بالذات اللي عندهم يعني بوادر السكر، ده غير كده ان هو مع حتى اللي ما عندهمش سكر مع المرضى السمنه 140 و150 و160 كيلو بيرجع للوزن احنا كده الفقره بجد انت بتدينا طول الوقت امل، كنت بتفيدنا بالنصايح جدا، والنهارده الصوره بقت اوضح، وبكده بتكون انتهت فقرتنا واللي اتكلمنا فيها على المفاهيم الخاطئه عن جراحات السمنه مع ضيفنا الاستاذ الدكتور محمد محمود ابو زيد، استاذ جراحات المناظير والسمنه بطب عين شمس، زميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا، وعضو مجلس اداره الجمعيه المصريه لجراحات السمنه والرابطه العربيه لجراح السمنه. نورتنا يا دكتور. شرف. نورتنا يا دكتور. مشاهدينا بكده وصلنا مع حضراتكم لنهايه فقرتنا، استنونا كل يوم من السبت الخميس الساعه 2 الظهر، والاعاده الساعه 1 صباحا و7 صباحا، كمان تقدروا تتابعونا على صفحتنا على فيسبوك طبيب الحياه. نشوفكم على خير. We'll be right back.